السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. اليوم معنا أخبار هامة جدا، بتمنى أنكم تتابعون الفيديو لي النهائي، لأن في تصريحات من الرئيس التركي وتصريحات من وزارة الداخلية وحظر التجوال وأمور هامة جدا. بتمنى منكم متابعة الفيديو لي النهائي لمعرفة هذه الأمور إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وخلينا نقوم بالانتقال إلى الأخبار التي تم ذكرها لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة التجارة التركية تفرض غرامات مالية على 208 شركات في عموم تركيا بقيمة 6 مليون و870 ليرة تركية بسبب التلاعب بالأسعار ورفعها. وأيضا وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركي الأمس انتهينا من كل أعمال تقييم الأضرار التي خلفها الزلزال وإلى هذه اللحظة هناك 17 شخص يتلقون العلاج في المستشفى، نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لهم. وأيضا لدينا خبر محزن وهو وفاة السوري محمد ليلي جراء غرق قارب صيد بعد اصطدامه بناقلة يونانية أدت إلى انقلابه، وغرق بقية الصيادين الأتراك قبالة السواحل في منطقة قرطاش في ولاية أضنة رحمهم الله، و غفر لهم ورزق أهلها الصبر والسلوان إن شاء الله. ونقوم بالانتقال إلى تصريحات الرئيس التركي أردوغان: نؤمن بإمكانية إيجاد حل للأزمة السورية على غرار الحل العادل الذي تحققه في إقليم قرابة. وأيضا الرئيس التركي: يجب إقصاء النظام والتنظيمات الإرهابية في سوريا لتحقيق السلام في ذلك البلد. وأيضا أردوغان: ما يتم تداوله مؤخرا حول إجراءات تغييرات في الحكومة أو هيكلة الوزارات ليس سوى أخبار فارغة تماما. وأيضا الرئيس التركي: رأينا محاسن النظام الرئاسي في فترة وباء كورونا من خلال سرعة اتخاذ القرار. وأيضا الرئيس التركي: مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية. الرئيس التركي: الوزير البيرق طلب إعفائه من مهامه لأسباب صحية وقبلنا طلبه وقمنا بتعيين السيد لطفي ألوان وزير للخزانة والمالية. وأيضا الرئيس أردوغان: استطعنا تسديد كافة ديون البلاد إلى صندوق النقد الدولي وتخليص تركيا من سطوة هذه المؤسسة. وأيضا الرئيس التركي: أطلب من مواطنينا مزيدا من الثقة بعملتنا المحلية وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية و تفضيلها على باقي العملات الأجنبية. وأيضا أردوغان: تراجع مؤشر مبادرة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساسا لتبلغ 478 نقطة. الرئيس التركي: نتعاون مع وزاراتنا ومؤسساتنا المالية ورجال الأعمال من أجل تحقيق نهضة اقتصادية جديدة لبلادنا. وأيضا سعر صرف الدولار يتراجع إلى 7.99 ليرة تركية عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الرئيس التركي: ثلاث ركائز لسياساتنا الاقتصادية: استقرار الأسعار والاستقرار المالي والاستقرار الكلي. وأيضا الرئيس التركي: نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسب لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم للمستثمرين. والرئيس التركي: سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين دوليين وسأطلعهم على الفرص والإمكانات والدعم الذي سنقدمه لهم في بلدنا. والرئيس التركي: نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون 10% والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. وأيضا الرئيس التركي: سيرى الجميع أنه عندما يتم الاستثمار على أكمل وجه سوف نرتقي إلى مصاف الدول التي توفر أعلى نسبة من الأرباح الآمنة. طبعا هاي بالنسبه لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وابرز ما جاء فيها. ونقوم بانتقال الخبر اللي بعده وهي من ولايه زنجلداغ: تمنع الدخول الى الولايه دون ابراز الكود الصحي هيس كود والذي يكشف عن الوضع الصحي لحامليه. ونقوم بانتقال الخبر اللي بعده وهو ايضا من ولايه كهرمان مرعش ودينيزلي: تحدد ساعات خروج كبار السن الى 65 سنه وما فوق بين الساعه 10 صباحا الى 4 عصرا. وأيضا إحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم: 2693 حالة إصابة، وحالة الشفاء 2112، وحالة الوفاة 86 حالة وفاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا طبعا بالنسبة لإحصائيات فيروس كورونا. وننتقل إلى وزارة الداخلية: اعتبارا من الغد سيتم فرض حظر التدخين في جميع الولايات
في الشوارع الرئيسية والمواقف والأماكن العامة، هذه نقطة مهمة انتبهوا عليها. وأيضا وزارة الداخلية ستتوجه الولايات التركية إلى اتخاذ قرار لتقييد حركة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وما فوق، وسيسمح لهم بالخروج فقط بين الساعة 10 و 4 عصرا. هذه الأخبار التي تم ذكرها اليوم، وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار حطونا بالتعليقات، وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.